وللحديث عن الموضوع معنا مشاهدينا عبر الهاتف من المنامة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال أبو حسن. سيد جمال، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا من أكبر الشبكات الإرهابية التي يتم القبض عليها في البحرين، من خلال التحقيقات الأولية هل تأكد من يقف وراء هذه الخلية؟ طبعا الحقيقة هي ليست خلية واحدة، هي مجموعة من الخلايا الإرهابية، عدد أفرادها 116 إرهابي، طبعا باعترافات من تم القبض عليهم حسب ما وديع في وسائل الإعلام، لأنهم قاموا في التدرب على يد الحرس الثوري الإيراني في إيران وفي العراق وفي لبنان. طبعا من يقف وراء هؤلاء هم الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني، وهذا طبعا شكل فيصل في القضية، كون أن ما تم القبض عليهم هي ليست خلية واحدة بل مجموعة خلايا كانت تستهدف ضرب الأمن القومي البحرين. طيب أستاذ جمال، سجل إيران الإرهابي معروف وتدخلاتها في المنطقة ما تزال مستمرة، ما مصلحة إيران من زعزعة الأمن في البحرين؟ طبعا إيران ليس هدف في البحرين في حفلات البحرين، ولكن البحرين تعتبر هي مفتاح لدخول المملكة العربية السعودية والسيطرة على منابع النفط في المنطقة الشرقية وكذلك الحرمين الشريفين. لدى إيران أجندتين في الحقيقة وهدفين أساسيين من خلال تدخلها في سواء في البحرين أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في اليمن، هو السيطرة على المملكة العربية السعودية من خلال أذرعها ومن خلال ميليشيات الإرهابية وزعزعة الأمن وضرب الأمن القومي العربي. البحرين ليست هي المستهدف الرئيس في هذه في هذا الأمر، ولكن الأمر اقتصادي ديني، السيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية وكذلك الحرمين الشريفين، وهذا هو الهدف الأساسي والأكبر للنظام الإيراني. طيب سيد جمال، هل من إجراءات احترازية إضافية ستتخذها الآن السلطات في البحرين لمنع تكرار تشكيل خلايا إرهابية داخل الدولة؟ طبعا وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية دائما وأبدا ما يقومون بعمليات استباقية وعمليات تضرب عمق الإرهاب في البحرين من خلال المعلومات الاستخباراتية والتحقيقات وكذلك الأمور الأمنية الأخرى. ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها كذلك وزارة الداخلية هو اللحمة الوطنية وعدم الزج بالطائفية بين المكون الأساسي في مملكة البحرين، هذا أمر طبعا يعتبر أمر أساسي ومهم، وهو اللحمة الداخلية وكذلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام ووزارة التربية في نبذ الطائفية ونبذ التفرقة بين المكون في مملكة البحرين، أضيف إلى ذلك التعاون بين دول التعاون الخليجي في تبادل المعلومات الاستخباراتية وملاحقة الإرهابيين، وكذلك أنا يعني أطالب الحكومة بضرورة التقدم إلى المنظمات الدولية و على رأس مجلس الأمن الدولي بضرورة وضع الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية والنظام الإيراني ككل ضمن الدول الراعية للإرهاب. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من المنامة، حدثنا عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بو حسن.